انا اكيد طبعا يعني كان في اتفاق ان هنعمل نائب او اتنين نواب، يعني في حالتي كنت هبقى نائب اول او نائب تاني، ما كنتش لان انا اعتقد انا اقدم واحد في المختارين، انا عضويتي قديمه جدا في اتحاد الكوره، انا دخلت اتحاد الكوره 96 يعني من 20 سنه. فكان في اتفاق مع مهندس ابو وليده ان هنقعد قبل الانتخابات بفتره ونحدد، وطبعا حصل القعده دي واتفقنا يكون انا نائب. طبعا انا بشكر الكابتن حسن فريد لانه زي ما قال المهندس هاني هو بسلامه نيه وبسماحه نفس قال يعني حازم النائب ما فيش مشكله وما فيش حاجه، ما فيش مشاكل بينا الحمد لله. المهندس هاني ابو وليده طبعا ده مش صداقه، ده اخويا وابويا وكل حاجه، لكن مش دي القصه. القصه ان انا زي ما قلت لحضرتك انا اقدم عضو في المجموعه المختاره. انا دخلت العمل الرياضي الاداري من سنه 92، يعني بقالي 25 سنه. دخلت اتحاد الكوره من سنه 96، فانا اقدم واحد، فاعتقد يعني ان خبراتي واقدميتي تؤهلني لهذا المكان. انا حازم ما بيعملش لوحده، ولا وائل ولا حازم بيعملوا لوحدهم، هم احنا كلنا بنشتغل من خلال منظومه، كلنا بنشتغل من خلال برنامج اللي اتوزع عليكم اللي المهندس هاني شرحه. ده برنامج، خدي بالك، هذا البرنامج كلنا قعدنا فيه وكلنا اللي اتكلمنا فيه ووصلنا لهذه الافكار. فمش موضوع حازم عايز يعمل ايه، وائل عايز يعمل ايه، سيف، لا، هو حضرتك لو تتابع البرنامج اللي معاكي هو ده خلاصه افكارنا، هو ده خلاصه الاجتماعات اللي عملناها كثيرا، ودي كلها نفسنا نحقق كل هذه الامال. لو قعدت اتكلم معاك عايز اعمل ايه هنقعد ساعتين.